ده ايه اللي جابه ده؟ طه ازيك يا ست نعيم؟ اهلا يا اخويا. ازيك يا عبير؟ لا قوم اطمن على مين. استني يا بنت شوي. اقعد يا اخويا. ما دام قلت لي ست نعيمه يبقى بتجر ناعم. انا جاي اعمل واجب ومش على طول. ماشي همشيها لك واجب. احنا كويسين الحمد لله والدكتور طمنا وهنخرج بعد كام يوم. في حاجه تانية؟ انت مش شايفه عملت ايه اول ما شافتني؟ قامت ومشيت على طول. سيبها لي سيبها لي هتكلم معاها. جبتش رجلي معاك ليه؟ عشان مالكيش ذنب معايا. وبنتي اللي ليها ذنب؟ انت عايزه مني ايه؟ هتسيبيني في اللي انا فيه؟ عمرك ما يكفينيش لو كانت بنتي جرى لها حاجه. الله لا يقدر. ايه؟ ربنا سترها ونجاها. الحمد لله. ومالك بتقولها كده مش من قلب؟ أنا مش جاية أطمنك عليها لأنك ما تستاهلش. أنا جاية أقولك إن منا بنت نعيمة مش ممكن تخون جوزها ولا تغدر بيه. هي كانت عند الراجل عشان كانت بترفض الشغلانة كلها عشان خاطرك، وده كان جزاتها. ابنك الحكايه لسه ما خلصتش. يمكن ربنا بعد الثمن اللي هدفعه هنا يسامحني. مش هو كبير وبيسامح برضه يا نعيمه؟ وحشتوني. يا ترى فاكريني ولا نسيتوا منا؟ معلش غبت عنكم شويه، كنت في مشوار طويل. عايزه اكلمكم شويه عن المشوار ده، مشوار الصح والغلط والفرق ما بين الصح والغلط والحاجات اللي احنا بنعملها واحنا عارفين انها غلط بس بنستعبط عشان نمشيها. هو ده العك اللي بيلخبط دنيتنا. يا ريتنا كنا نقدر نمسح الغلط بأستيكة، بس هي الدنيا مش كده. هتمسكي يوم يا ريت يا ريت. احترمي نفسك بقى عشان الشغل. انا هبتدي احترم نفسي والله. همسك البقصوصه دي اديكي بيها في وشي. ما تنحشري في المحشي ليه؟ وشك انا مش طايقاكي اصلا. تنحشري في المحشي ليه يا دلال؟ اخلصي بقى. انا اللي اخلص يا دلال؟ ايوه. ايه وليا في ايه منك ليها؟ يرضيكي يا نعيمة تنط على حصة المحشي بتاعتي؟ احنا يا اختي مش متفقين كل واحد بيعمل ايه من زمان؟ حصل يا ولية؟ وماله طالما الطلب على المحشي زايد هي اللي من كده عشان الزباين بتطلب المحشي بتاعي والخلطة. الله؟ مفيش حاجة اسمها بتاعك وبتاعي هنا. عايزة يا اختي المحشي بتاعك تعملي المطعم بتاعك بسر خلطتك. صوتكوا جاي في اخر الشارع الناس تقول علينا ايه؟
خلاص بقى يا نعيم، انا هقعد معاهم واصالحهم. خش ارتاح انت، من امبارح وانت واقف على رجلي. يا اختي فالحه قوي، ما عملتيش كده من بدري ليه؟ ايه الطلب ده؟ الواد زلطه راح يجيب دواء لامه، وانا مش لاقيه اي حد يوصل الطلب. نهار اسود، زمان الطلب برد. اسيبكم ساعه الدنيا تتقلب كده؟ يلا على بال ما اودي الطلب. يلا خلصوا السلطه. لا بصي بقى يا نعيم، انت لازم تخليني اعمل اي حاجه في المطعم تانية غير اني اخد طلبات الزباين. يا اختي وانت بتعرفي تعملي حاجه؟ انت بتعرفي تطبخي زي بقيه النسوان؟ انا بخليكي تتحركي كده يمكن تلاقي لك عريس. الحق عليا، ما تتأمريش يا اختي. يلا ايه يا ولا، انت كنت فين ده كله؟ معلش يا ست نعيمه، والله كانت امي تعبانه فبجيب لها. يلا خلص الطلبات هوا، ولو اتاخرت تاني هخصم منك. يلا لغي لغي يا حلوه، لغي يا اختي لغي. هو انا ما كلش تقولي لي كل عشان اللي في بطنك؟ اجي اكل تقولي لي لغي لغي؟ لسانها ده لازم يتاثر، لا جوازها اداها ولا حمله غير اخلاقها. ايدي على كتفك والله يا نعيم، انا خايف الواد لما يجي يلقط منها. كلي يا اختي بقلبها، يا اختي بتريلي، جاتك خيبه. بيت بعمل لك بقى طاجن مسقعه بالبشاميل طازه. تسلم ايدك يا ست نعيمه. الله يخليك، وليك بقى طلب فورفري علشان احنا اتاخرنا عليك شويه. معلش ومنا، بقول لك ايه والنبي، خلينا انا اروح واجي على النقل وابوس ايدك. هاتي عبد الله هنا وخلينا اروح اجيب لك الخضار من البلد. يا واد ما تبصش للرزق غيرك، الله ما العربيات كتير اهي، روح شوفهم. يلا يلا واحمد ربنا. يلا شاورما. يلا بقول لك يا نعيمه، شوفي لك حل بقى في موضوع البت سماح ده. سامحيها وخلصيني، ارحميني منها. هي لسه بتتوسط عشان ترجع لي؟ دي زهقتني، بتكلمني يجي 20 مره في اليوم. خليها الجزمه دي تتربى شوي، ده جزاتي بعد اللي عملته لها. وايه الجديد يعني؟ ما هي بتعمل كده كل مره وانت بتسامحيها. بعدين ما حكيت لك اللي حصل مع النور، خلاص بقى خلصنا. انت يا بنت، انت سايبه النسوان جوه تتخانق؟ مش انا قايله لك انك انت عيني جوه في البيت ده؟ قاعدين يتخانقوا على خلطه المحشي. نعيمه ما تتوهيش، خلينا في موضوع البت سامح. انا عارفه انك عايزه تكلميها وترجعيها. خلاص ترجع، بس على شرط تشتغل زي الجزمه، لا ليها دعوه بيا ولا بفرشتي، ومش هتبقى على الحجر. وانا بقى وكيفي ارضى عليها وقت ما ارضى. بقول لك يا ست نعيم، انا عايز اخلع انا وعبير بدري الساعه 2. ليه يا اخوي؟ لا مفيش، اصلي وعدتها ان نخرجها، وعلى يدك اي وعده وعده لها مليون اياه، وهو سيف على رقبتي. ماشي، بس اقفل حساب النهارده وهخلي الواد عبد الله يوصلك، وتبقي تبعتيه للبت ندى، البت وفاء تاكلها بالليل. رايحة فين يا حلو؟ رايحة المرسى، عايزة اشم شوية هوا. مالك عاملة زي الليمونة في بلد قرفانة كده ليه؟ في يا ماما، تسيبيني في حالي بقى وارحميني. انتي مفيش فايدة فيكي، مش عاجبك حاجة أبدا. يا ابن نعيمة، يا ابن نعيمة، يا ابن نعيمة، يا بيدي تعالوا. عملت لكم الأكل اللي نفسكم فيه. وحشتوني أوي أوي. وحشتوني وحشتوني. ازيك يا أنتي سارة؟ ازيك يا رضا؟ عاملين إيه؟ تعالى يا واد عشان تاكل لك لقمة. وحشتوني. وحشتوني يا بنات، مبسوطين؟ إيه يا حبيبتي؟ مالك يا هنا؟ حسب ايه؟ بس يلا شيل معايا. ماشي.